FM. الكلمة ليك. فما فرق بين عمل متاع عنف يتسمى عنف معنوي، يتسمى اعتداء على الحياة الخاصة وعلى المعطيات الشخصية. ولا وغياب الصفة، سامحني أنا قلت كذا. أول حاجة، هذا هو الأهم. أول حاجة لا كلف ربي ولا كلفته الدولة، كلف الشعب وله مؤسسة. هذه أول حاجة قلت لك، راهو هذه اختار وين، فهمت؟ اختار وين. حاجة ثانية، سامحني، أنت شكون قال لك أنا نحب فلان؟ الناس تعرف فأنا موجودة أصلا، نحي الإفطار وسيء. لا، هذا يعقب عليه القانون، سامحني، معناتها أنه فما حرمت الحياة الشخصية. أنا هذاك علاش والمعطية الشخصية يعطيك صحة. وهذه هيئة، معناها نحن ديما نحكيو على النيابة العمومية، وديما نحبوا النيابة. النيابة ياسر نهار كامل احنا فما شكايات أكثر من لازم، مطالبات بشكايات وتدخل أكثر من لازم. أما هيئة حماية المعطيات الشخصية، أنا نحب ننتظر اليوم معناها أنه تتدخل في موضوع هذا وتعطي رأيها، وعندها الحق. فما إجراءات، معناها عندها حق في عقوبات، راهي هيئة عندها الإمكانية باش تصدر قرارات، معناها عبارة على أحكام. الكلمة ليك.